دموعي نشفت عليك يا حبيبي، وقلبي محروق عليك يا ابني، قلبي محروق عليك ودموعي، قلبي يا ابني محروق عليك يا حبيبي، هموت عليك، هموت عليك يا ابني، يا حبيبي يا ابني يا حبيبي، قلبي بيتقطع عليك يا حبيبي، مش عارفة ابكي عليك تاني يا عبدو، خلاص دموعي نشفت، بقالي كام يوم اهو مش تعبت، تعبت، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم يا ابني، عملوا فيك ايه يا حبيبي؟ عملوا لك ايه؟ عملت لهم ايه عشان يعملوا فيك ده كله؟ عملت لهم ايه؟ ده انت قد احفاده والتانيين قد ولاده، قد يعني يعتبروا والدينك، قد ابنهم انت كده، والتاني قد احفاده، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. لا حول ولا قوة الا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. اللي حصل يا حاج؟ عرفك، سامع صوتك معلش. الله يرحمه ويغفر له. يا رب. اللي حصل؟ اتفضل. اللي حصل ابني كان معايا في الشغل. هو بيشتغل مع حضرتك. ايوه، هو اساسا هو عنده 20 سنة. هو كان معايا في الشغل وقال لي يا ابويا انا هنزل عشان انا تعبان. يوم الاربعاء نزل وانا جيت يوم الخميس، سبت له حسابه مع والدته، وهو نزل قاعد عند عمه على الكرسي. أيوه. قدام المحل بتاع عمه. أيوه. وبعدين دول جم اشتبكوا معاه. اشتبكوا معاه. ايه اللي حصل بقى؟ عوروه في دماغه وفي ظهره. وفي ظهره. راح جاي بعديها بنص ساعة خد فلوس. وطلع. بيك ولا بوالدته؟ ما اتصلش. ده هو جه. هو كان جامد. هو كان جامد ما شاء الله عليه. يعني جاي متعور في ظهره وفي دماغه. وجاي يعني ماسك نفسه بس ايه يعني مدروخ. الشباب مستنينه تحت وهو مكسوف من اللي حصل. بقي قال انا عايز فلوس عشان اخيط. والدته ادت له 200 جنيه نزل هو والشباب خيط وجه، ما جابش علاج، والدته جابت له علاج. المهم هو يعني كان متضايق عشان الدم وكده، دخل استحمى وهو لسه متعور في ظهره وفي ظهره وفي راسه. والدته زعقت، كان متخيط. كان متخيط حوالي 95 غرزه في ظهره وفي دماغه. ايه كمان؟ طبعا استحمى وهو الجرح لسه يعني جديد، فده غلط. والدته زعقت له كده. المهم اللي حصل جه ارتاح في اوضته شويه. أيوة. وطبعا انا نمت، معرفش ايه اللي دار بعد كده. هو نام وانا طبعا طبعا انا كنت واخد علاج وكده، فقعدت. المهم كنت المفروض اروح يوم السبت الشغل، فما رحتش يوم السبت، الدنيا اتقلبت عليا، رحت يوم الحد. أيوة. كنت منتظر ان ابوهم مثلا يجي يحل المشكلة ديت هو وناس كبيرة، ما حصلش. فطبعا انا سبت اعمامه وهم بقى يقابلوا الحاجات ديت، ورحت لشغلي وسبت الولد ومشيت، بس ماشي متضايق. نزلت يوم الحد الشغل. يوم الاثنين جاني الخبر بالليل الساعة 1:30 بالليل. قالوا لك ايه بقى حاجة؟ بنتي قالت لي ابنك اخويا اتقتل. نزلت. المفروض ان انا اروح المصريين. ايوه. فلما رحت بكلمهم في الطريق قالوا لي لا احنا خلاص كده روحنا. عشان حجزوه في المستشفى في التلاجة. ورحت على مكان الواقع على طول عند بيت اخواتي. طب تاني مرة يا حاج، كان ابنك بيقول لك خلي بقى هيتربصولي يابا، بيعملوا حاجة ولا جت فجأة؟ لا. هي جت فجأة حضرتك. هو كل ما سبب المشكلة انا لا في بينا عداوة ولا بينا وبين الناس دي عداوة، ولا يقدروا يعملوا عداوة معانا اصلا. هما الناس ديت يعني مشكلتهم ان هم عايزين يسيطروا على المنطقه بس. ايوه عايزين يسيطروا على المنطقه بلطجيه يعني. ابني انا كان قاعد مع شاب هم متخانقين معاه.
فقال مره مع فلان مره او مرتين، لا ما قالولوش، يا ريتهم كانوا قالوا له، بصوا له بس، بقوا يصغروا له في الرايحه والجايه. ايوه هم قاعدين في نفس الشارع وعبد الرحمن قاعد على الكرسي قدام محل عمه، فبيصغروا له بيفكروا ان هو في نيته حاجه، لكن هو مش في نيته حاجه، في مشكله بينه بينهم وبين صاحبه. انا ماليش دعوه، بس هم بيفكروا ان صاحبهم دوت جايب عبد الرحمن يتخانق معاهم، لكن ما حصلش اسبوع واثنين وثلاثه واكتر من كده، يبقى خلاص في الرايحه والجايه يصغروا له. صح. فطبعا راحوا عايزين ينكشوه، بعتوا له عيل سوداني ينكشوا. المهم عبد الرحمن يتعارك معاه بطريقه غير مباشره يعني. ايوه ايوه المهم طبعا لما نكشوه راحوا جايين ضربوا سحلوه وضربوه في دماغه وفي ظهره. المرة الأولانية، المرة التانية ضربوه بخنجر. الأول أبوهم ضرب عبد الرحمن في دماغه على الجرح القديم. أيوة. وبعدين لما سقط في الأرض حول الله، راح الولد من الأربعة راح غازز عبد الرحمن وقال لأخوه أنا قتلته يالا قتلته يالا. بس ده كل ده اللي أنا سمعته من الجيران، اللي انا ما شفتوش اتحكالي من اكتر من 70%. والدتي قولي لي اخر حوار ضرب بينك وبينه، كان بيتكلم كان بيقول لك ايه؟ والله هو كان تعبان وقعد يقول لي، اما انا كنت يجي يتقلب كده يقول وظهره يتقلب الناحيه الثانيه. اتعور في اول مره. اول مره وهو نايم. الكام يوم اللي هو متعور فيهم. ثلاث ايام تقريبا. طب قولي لي سمعت الخبر ازاي؟ ما انا لا حول ولا قوه الا بالله. طب يا حاج طب ريحني. متابعينا الكرام، متابعين مصر في كل مكان، زي ما حضراتكم شايفين يعني والدتي اللي قدامكم يعني لا تقوى على الكلام، والوالد كمان رحل عائلهم، وكان يعني حاجة صعبة جدا لا نتمناها لأي شخص، لكن كل ما يطلبونه هو يردونه من يعني هذا اللايف هو أن تصل صورتهم إلى المسؤولين أو قضائنا العظيم الذي يقضي حوائج الناس باقتصاص الحق، والحق في القصاص واجب ديني وقانوني. اللي بتطالب بيه يا حاج في نهاية اللايف؟ أنا بطالب بالقصاص. قصاص؟ أيوه بطالب بالقصاص. هتبقى مرتاح من بطلب من الجهه المسؤوله ان تهتم اكثر، يعني عشان انا اللي اعرفه ان الـ 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 الجهه المختصه بتاعتنا يعني ما بتسكتش، بس انا بستعجل القصاص عشان محروم وعايز حكم عادل. ايوه عايز حق ابني، لان انا اصلا ما معيش الا 100,000 جنيه، ولا معايا اكتر ولا اقل. انا راجل على الله، بطلع اشتغل باليوميه باخد شغلة يعني راجل على الله، وانت عارف المعمار دلوقتي ظروفه تحت الصفر. انت حتى المحامي مفيش في محاميين، بس دي عايزه محاميين شداد، وانا ما معيش، والناس ديت معاها فلوس تقدر مش عارف اقول لك ايه عشان ما لخبطش في حق احد. ماشي. طبعا بنعتذر لحضراتكم، لان الناس في على اخرها، والناس فيها حزن شديد للغايه. عائلهم وابنهم الاصغر قد توفي، اتكلم على 20 سنه لا اتجوز ولا خطب ولا حب حتى، اتكلم على شاب في مقتبل العمر. الوالد ينهار بالدموع ما قبل اللايف، ولكن يعلن تماسكه امام الوالده وامام الناس، لانه هيعمل ايه؟ هو لو ما تمسكش كله هينهار بعده. لا حول ولا قوه الا بالله، ادعو له بالرحمه والمغفره. شكرا لكم.